السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده مناسب للباقة ان شاء الله بعنوان انت بتحب الحاجة جديدة ولا مستعملة؟ انا من الاشخاص كمحمد تحسين، انا اغلبية الوقت كله بشتري حاجات مستعملة، بمعنى اصح ممكن اشتري ساعات مستعملة، ممكن اشتري سماعات مستعملة، ممكن اشتري موبايلات مستعملة، ممكن لو في حاجات تانية ممكن اشتريها مستعملة. اما طبعا الهدوم بشتريها جديدة، الحاجات المنتجات بشتريها جديده طبعا، بس ما ينفعش ان انا اشتري مثلا اكل مستعمل او مثلا صابون مستعمل او مثلا معجون سنان مستعمل، لكن اشتري موبايل مستعمل، بشتري ساعات مستعمله، انا عشان بشتري ساعات كتير مستعمله وجديده فانا بشتري ساعات مستعمله. ممكن اشتري مثلا حاجه مثلا مستعمله، زي مثلا لو مايكرويف ممكن اشتري مستعمل، مش لازم اشتري جديد. ممكن اشتري مثلا ثلاجه مستعمله، ممكن اشتري مكوى مستعمله، ممكن اقول لك ممكن اشتري حاجه مستعمله، نظرا لان الجديد غالي قوي، لان في التوكيلات بتبقى في ساعات او مثلا في حاجات غاليه اوفر بمعنى اوفر، وكمان بعد رفع الدولار من فتره كده الحاجات بقت ضربه في 4 وفي 3 وحاجات كده كتير، بقى 3 اضعاف اسعارها و4 اضعاف اسعارها بس كده. فاتمنى تقولي انت ايه بتعمله في ايه اللي انت بتشتريه مستعمل، عشان برضو انا ممكن انا ثقافتي قليله قوي، فانت ممكن انت يبقى عندك حاجات كتير قوي تعملها. فقولي في الكومنتات ايه اللي انت بتشتريه مستعمل وايه اللي بتشتريه جديد، ولو حابب ان انت تخش معانا في سلسله مناسب للباقه يا ريت الواتساب انا هحطه لكم ان شاء الله في الديسكريبشن تحت. يا ريت لو انت بتشتري حاجه مستعمله او جديده يا ريت يا ريت يا ريت اتمنى تنضم معانا، اعمل فيديو كده حوالي 2 أو 3 بالكتير قوي وابعته لي على الواتساب، وانا ان شاء الله ارفعه باسم حضرتك وكمان رقم لا هكتبه اسم حضرتك وكمان احط لك الاكونت بتاعك تحت. وطبعا عشان تنضم معانا طبعا السلسله، واتمنى طبعا يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه، وطبعا ما تنسوش طبعا تنشروه ما بين اصدقائكم عشان كل الناس تستفيد وكل الناس تفيد كمان، لان احنا عايزين القناه تبقى قناه شعبيه شويه، تبقى القناه الناس هي اللي بتشارك بايديها، مش انا لوحدي، انا برضو انا لا افقه شيء طبعا، انتوا يعني ان شاء الله طبعا يبقى عندكم علم اكتر مني بمراحل. فشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.